سي محمد ألبير، الملقب ألبير، مزداد 1954 بالدار البيضاء، رجل أمن متقاعد 1982، على إثر حادثة شغل فقدت فيها يدي اليمنى. عرفت على التيسي في 1974، عمي واحد الصديق كبر منا شوية سنا، كيف كان نتخر ليه كنمشي نجيب كنلعب ليه كنجيب ليه المسائل ديالو، هو في التعليم هذاك السيد، تما وليت أنا كنلعب، أنا تبليت بيه هذيك القاعدة تبليت بيه أنا. عندي 40 عام ولا 50 عام ديال اللعب، ولا تفكر خسران خسران في الخسران ديال الفلوس، تيرسي عالم عالم صعيب، كتلعب يعني انا كتغامر واحد الطرف ديال الفلوس على العودان، و تيرسي شويه العباد هي معقده. عطيت العودة ما تاكل البارح؟ راه عطيتها، ما خليتيش قال لي الباص ما بقاش عندها. راني بقيت معطل مع الدراري تما ما ساليتش، بقيت ايوا راه ما بقاش. جيتكم مع حسين ما قدرت نسولك. لا راه عطيتها قالت وليني الفاس راه ما بقاش، عطيتها وردت صافي. غادي نمشي نجيب الفاس. لا ما بقاش. لا راه وردتها وعطيتهاش وقلت بنت. راه هذيك هي اللي عزيزة عليا، هذيك العودة. أنا سميني عبد الله بن الشيخ. المهنة ديالي فلاح، مجوج عندي ثلاثة الوليدات، تخيل عندنا لما لا كان ناقصنا شي حاجة بحال ناقصنا الدقيق ما عندناش لما كانش الخيل، وأنا حليت عيني أنا في الخيل في الباق وجدي الله يرحمه، والمهمة ديالنا عندنا البقر، عندنا حشاك الحمير، عندنا البغال، والمهمة العزيزة عليا وهما الخيل. لا قالوا لي شي موسم ولا شي حاجه كنمشي نتفرج، نمشي واخا يكون الموسم بعيد مني ب 40 كيلومتر نمشي ليه نتفرج، على ديك الهوايه اللي خلاو لي والديا وداك الشيء كنمشي نتفرج في الخيل، هذا هو. مشيت واحد الخطره لحد ديال السماعله، بنتي واحد بنتي الرحبه ديال الخيل، مشيت عند واحد السيد عنده
واحد العوده صغيره. هذيك العوده قلت لي ودي تبيعها ليا. قال لي لا ما نبيعهاش. قلت لي ودي بيعها ليا هكا جوج المنيول. عطيته جوج المنيول، جبت العوده للدار. كنعطيها اللي عزيزه عليا كنعطيها لها، نعطيها الشعير، نعطيها الفول، نعطيها القمح، نعطيها التبن، نعطيها الفصه، ونقلع من لحمي انا وكنوكلها وكنعومها، كنعطيها اللي بغات نحس بيها، لا دارها الجوع ولا شي حاجه كنحس بيها، واللي عندي في الدنيا عزيزه عليا هذيك الشمع. دابا ولدت لي واحد حاج جديه كيحل، عادوا عادي جوج مع الزات، الولد والام شامه، عادوا عزازين عليا بجوج كثر من الحياه ديالي. لما شفتهمش نمرض، كنت فشي قنت لا بدي نجي نروح لداري باش نشوف العوده وولدها شامه. سي البير تنعرفو منذ الطفولة. سي البير كان اللي كيشوفو كيسمع مع الاسم ديال البير تيتحبو نصراني تيلعب معنا وسط المغاربة. الشعر شابو طويل وطيح ليه هنا وداك الشيء، هو ابيض والله العظيم. لا كانوا كيتصعبوا عير نصراني. البير مسكين كنت نعرفو انا ملي كان بخير وعلى خير، ولكن الوقت ملي عرفتو من خلال المظهر ديالو عرفتو بانه ولا تيخسر فلوس بزاف تيرسي، ولا تيخسر فلوس بزاف تيرسي. تيقول لي اليوم نشد غدا نشد، اليوم نشد غدا نشد، ما كيشد والو كيزعم. هادشي اثر عليه بزاف صحيا، واثر حتى على الوضع الاجتماعي ديالو، وحتى العلاقه بالاسره ديالو. هذا هو اللي علاش انا كنحاول نصح البير باش يبعد من هادشي كاع الا قدر يبعد منه. هذا الغزواني لاباس اخويا. سي دير اخويا بخير. هذا السوق ان شاء الله. اديني معاك اخويا. طلع. وكي داير عندكم فلاحه العام اخويا؟ واه بخير اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كل شيء بخير، الرحمه بيد الله. تلقى الحجه عندكم مزيان؟ واه بركه. بركه، وانا ما زرعتش الشعير انا هذا العام انا كاع. الزباله كامل انا البلاد انا درتها شعير انا هذا العام. راني قيت شي نوامر باغي نلعب تيسي، راه جوج سيمانات هادي انا ما قفلتها حاجه. والو ما عطاتني حتى حاجه هادي. والو جوج سيمانات. Thank you.
على السلام عبد الله. الله يسلمك. كيف السوق اليوم؟ كل شيء زين، كل شيء بخير. الحمد لله. الحمد لله. الخضرة غالية ولا رخيصة؟ رخيصة. ديما بنادم كيلعب كيحلم بنادم على هادي ديما ولا كيلعب هو الا على قضية على 80 مليون ولا 60 ولا 100 ولا لأن إلا دخلت شي كومبينيزون ما ملعوباش بزاف كتكون شوية كتخلص على الكومبينيزون اللي ملعوبين كيما كيسميو كتكون فابوري كدير شوية كدير داكشي قليل ملي كتكون طوكار كتكون كتخلص شوية كتكونش ملعوبة بزاف هذا هو الفرق بين هادي وهادي ديال 80 و 90 مليون و 160 مليون وبعض الخسارات كتسمع مشدوداش كاع يعني كومبينيزون مشد التعب الو هاني عشاء دايره بخير زين الدراري هاني تكون خاصكم حتى حاجه لا شي مالا زهير كلشي بخير داير مع القرايه هو باش كلشي خير مخرجين ها ملي يجيو قول لي ما عيطوا لي الله السلام عليكم كنشوفكم ان شاء الله كيقرا هذا فين كان هذا العود فين كان مولاه عند من فين تبع شحال عندو من عام واش تقيل ولا خفيف ولا بزاف ديال المسائل كتعاون خصو شويه تكون على الاقل واحد شويه ديال الفرنسيه باش يفهم اش كاين حيت كلشي مكتوب بالفرنسيه ما مكتوبش بالعربيه ولا كلشي فرنسي فرنسا هي اللي مقناه هي مصابة ليه كل شيء ومخلية تكتوبة ديولو منهم من يد اللي دون ترينور ما كيكتبو منهم اللي جوكي هما كيكتبو مغاب خليه لي جورناليست الصحفيين تاهما كيعطي الرأي ديالو تاهو ومن الناس اللي من الدومين هما هادو اللي عندهم لي كوارة كيسميهم كوارة خيل ديالهم هادو شحال الملكة عندو الخيل ديالو كيقول لك على العود ديالو هذا عاودها من جيتو شي شتو شحال هذا اش دايره اش دايره اش دايره هذا الاخر وهذا بحال كتولي تعرف اش غتلعب واش غتلعب هذا ولا هذا ولا كيعطيك الشرح على جميع الخيول اللي عنده هذا والعكس هو الاخر كيلعب الزهر بوحدو هذاك بينما ما عمرو غيوصل لشي حاجه اللي سميتو اللي فيها الفلوس بزاف ولا غادي يفهم شي حوايج اخرى اللي واش تكا ما بغاتحيد لك هاد البلية خلاص عافي ما مشيتي للسوق بدا جيب وراقك وجي تجري العام اللي جاي سيبك جهز الوراق وتابع القمرقة انتي راه كتعرفيني كنلعب تيرسي قبل ما تجوجي بيا ايوا تبقات لك عشية ما قال لي بقات لك بيها وقمر بيها وصافي ما بقى لك حتى حاجة راضي هذاك ما انا ما بعت لك حاجة شامة ديالي عزيزة عليا ولا تخصيت راني ما كراش راني غادي نبيعها ايوا راه قال لي بقات لا بغيتي تبيعها قال لي بقات ما بقات عندك حتى حاجه اخرى ايوا عقا ما قال كلشي كاع بعتي ما خليتي حتى حاجه الدراري درك هاد المدرسه جيكا باش بغا يدخلوا الدراري يقراو عاد تو قام قال كاع الناس بناو علا وحنا حتى حاجه الله يسر ما تزادت في الدار والو عري اللي شديتي تديه
التيرسي وخلينا حنايا هكايا. وحياتي هادي انا، انا من بلي التيرسي راك تعرفيني، وهذا باب ما تبقاش تلكي فيا كل نهار كل نهار كل نهار. يوا ستراك عقيقتي بزاف، رعيت انا قاعد شي ما بقاش عاجبني انا كاع، تقدر لي عارم عليه من انا غادي نمشي للحانوت. سير الله يعطيك الشربحة بلا ربحة، سير. كاين المشاكل بيناتنا على نفس هاد القمر قنيت، راه ودينا على الشيطان كل مرة تنتخاصمو ولا الصداع ولا المشاكل ولا مع الدراري ولا تيكبروا ولا تيعرفوا الخصام اللي بينو وبينو علاش على التيرسي، ولحقنا الطلاق وقفيت مطلق جوج عيالات على حساب القمر قنا كاع ما كان في خباري كاع مطلقهم على حساب القمر كاع مطلقهم وصافي. ودابا راه تنهيه والو شي ما تيبغيش تنهى والو على القمرقه والخيل هما البليه ديالو قبش بلي صافي ما كاينش حاجه اخرى من غير القمرقه. نتقلق علاش حيت كاع فلوسنا تيمشيو تا علاش شنو دايرين ما ربحنا ما والو ربحنا مره واحده ما عرفت في 10 سنين ولا اكثر واش غنبقاو تابعين يمشي غنربحوا وقتاش حنا ما بقينا ما نسيبو ولا ما ناكلو ولا والو ضروري تنتقلق اش غادي نشوف اش غنفرح نشوف العوده اش نشوف المشاكل تابعانا والصداع وصافي كاين ما يعجب كاع. البشر اللي كتلعب انواع فيهم ناس موظفين فيهم اللي كيبيع ويشري فيهم كل واحد وكيف كل واحد من كيجيب فلوس والاكثريه اللي كيكون واحد النوع مرايات التيرسي كيبان لي التيرسي هو كل شيء يكون الدم ديالو خصو يلعب ولا باس يقدر يتسلف كاع باش يمشي يلعب يقدر كتولي عنده واحد ضروري شي حاجه خصو يحيدها عليه وصافي صافي كيولي مدمن على التيس ما غير هذا نوع اخر نوع صعيب هذا هو الصعيب كاع الاخر كاين اللي يديروه هوايه يلعب كيقول صافي لعب ورقه جوج ديال الزهر الله يجعل البركه وهذيك اللي كيتفقوا دابا ثلاثه اربعه كيتجمعوا كيجمعوا بيناتهم بعد البركه ديال الفلوس كيلعبوا بيناتهم ولا كيتحط اللعب شحال خرج من اللعب كيتقاسموه بيناتهم ثلاثه الناس ولا اربعه الناس كيتشاركوا في اللعب كل اللي كيبغي يلعب بوحدو كل واحد وكيفاش داير ماشي بشر ماشي بحال ماشي هذا بحال هذا ولا هذا بحال هذا كتلقى نشاط خير لان مجمع مع صحابك كبدا تناقش كاينه مناقشه طويله واش غادي يدخل اش غادي يدير اش غادي يجيب كنت غادي بحال ما كان الخيل شكل هذا مشي كاينش باش لهذا وهذا علاش كيحيدو وهذا علاش جيبو وهذا علاش غادي يتلعب وهذا علاش ما يتلعبش كاين بزاف ديال الطرق كل واحد كيعطي الفكره ديالو علاش هذا قتلتي على قبل كاينه كاين انت علاش غتلعب هذا علاش مثلا كنت غادي بحال ما عاد كتخرج بواحد النتيجة واحد كومبينيزون خصها تلعب اتفاقية ديال الدراري هذا هو النشاط النشاط ديالو بحال هكا مزيان اللي كتجيب ارباح ملي كتربح ملي كتربح كتربح لك راه الفلوس شحال غادي يدير رابور شحال غادي يدير هادي الهضرة اللي كتولي كتقال شحال غادي يدير غادي يدير قد وقد 80 مليون 70 مليون 60 مليون كتولي كتشوف الفلوس اللي كتبان لك شي حوايج اخرى الله يبارك فيك الله يبارك فيك لعبت زهر ما فيهم ديال 3-8 فيهم واحد لعبة فيها تقريبا 3 نوامر 8-3-11 تيرس كان تيرس هو لعب شي 20 درهم جا فيها الديزور الديزور دازا شي 800 درهم من تما انطلقت مع التيس تما كتكون عندي شي بركة كنلوح فيه عاود لي السباق عاود لي الناس هو
هو كلشي ملي كتكون لاعب راه هو اللي يقول لك اللاعب اللي لعب عليه هو اللي خصو يربح، هو اللي كيبان لك راه صافي خصو يكون هو اللي يضرب راسه. الفرنسيين دابا هو سيستيم فرنسي، الفرنسيين هما اللي داروا القانون ديالو وكلشي ديالو، داكشي قال لي كنلعبو حنايا هنايا من تبع فرنسا، قنوه وصوبوه القانون ديالو كاين كلشي داكشي قانوني. وفي مداخل بزاف راه كيدخلوا فيه بزاف ديال الفلوس. سمعتي؟ السلام عليكم. كيف داير اخويا؟ بخير. لاباس عليك؟ صحتك بخير. الله يحفظك. الحمد لله. الله يحفظك. حتى لاباس. بخير. كيف داير الاحوال؟ يعني غادي غتجيبها ان شاء الله الخطره الاخرى. هذا الله غتجيبها فيها. غنتراني لعبت اخويا هذا طوال. طب قلت يا صاحبي. هادو خاطري بغات لي هاد النوامر ودا سمعت. والله الا خاطري بغات لي هاد النوامر. وراه عندك هنا صاحبي 100 درهم هنا لهاد. ونوي مراد ديالك هاد ندخلهم وتدوز للقهوه المعلومه ان شاء الله تلقى فيها داكشي. يلا والله الله يسهل عليك. الله يعاونك. الله يعاون خويا. الله يسهل عليك. يلا القبيله ديالي ما تليش تحملني على هاد اللعب ديال الخيلين. انا اللي كنلعب ديرتي بعت بلاد قالك جوج عيالات دخت صافي عاد تلعب 10,000 عاد تلعب 8,000 عاد تلعب 12,000 وصافي وراسي داخل عليا صافي وانا نتمشكل يا باب الحبيب.
نمشي ورفاقا يا بابا ونمشي ورفاقا بالعرب مم 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 وانا من ذا نسالو يا بابا ومن ذا نسالو ودوال حبيبانا سلبتوني يا ابا سيدي سلبتوني يا ابا والدنيا غنطرة يا بابا والدنيا غنطرة ما تدومش فيها انا سلبتوني يا ابا سيدي سلبتوني صالح ولا بوما ولا لاباس عليك بخير صحتك لاباس لا شي بخير اي باسي وتتعطلتي يا صاحبي يلا تلقاتنا الوقت واش هديت من عمرك شوي هي سير واش هدير الله يجي في ضربه وصافي شي البارح راه كان ساهل البارح شويه باين لي خاسر بيه بزاف وي تهنى يا خويا تهنى هاد القمر هذا صافي واش راه فلوس صحيحه مشات اسمح لي راه البن ياض شحال هادي باش بديت تلعب اسمان سبعين هذا المال سبعين بزاف ايوا صدي وراه ايوا غاد شت كتنس كيف المكان نوامر هو فردي الخيل يا اخي يعني هو وكتبقاو كيضي ما كيدورو في راسك كي وبركة الله شكون خسرتي فيه كاع؟ راه ملين ملين صحيحة غير شي شعلة شحال تكون قادر ربحتي كاع شحال ربح؟ كنت هذا بدك شي مفرق ماشي مرة واحدة شي فرق؟ لا با 12 نوبة 11 نوبة 8 نوبة 6 هذا بحال ما هكا ولكن ما كلشي راه كلشي مشى قمر هو هذا قمر سيرتو هذا العالم ديال الخيل خطير بزاف ومشيتي فيها صحيبي بزاف ايوا عندك قيصة مع التيرتيان واش غادي دير لان ما كاين ما كاينش بديل ما كاين كيبان لك سميتو كتغامر وصافي مغامرة مغامرة بحال المغامرة مصيبة قال لك الطماع كيقلي عليه الكذاب مشينا لواحد العرس نشاطنا فرحنا درنا شوقه بدات جايب ديال الهضره عليا راه تيقمر راه هادي راه ما مزيانش راه خايب راه ولا مخليه راه ولا تابعه التيرسي راه ما بقاش قعدو غرض صافي وانا نتقلق وانا نرجع كاع يمكن مشيت ناشطه بخاطر يومني لحقت لهذاك العرس مثل الهضره دايره عليه وكا ما بقاش كاع مزيان في الدكار كاع ولاو هادرين عليه الغادي وجي ما بقاش كاتي عاطينو كاع قيمه في هذاك الدكار على حساب القمر قال لي يدير خويك اللي مريت عافاك الله حبيبي. لا سافتي مع الماضي؟ اييه. جابوا الكوالو الصعب اللي داخل. دوز تفرج الكورس غتبدا دابا. كيدي كلشي صاحبي هاد المصيبة حيت من البلية تبلينا بها بلية الله يستر خايبة دري ما تيعرفوكش تلعب لا لا والو بحال هكا
لا تسترتي الله سبحانه وتعالى كيسترك. مزيان. هادشي الدار ديالك والدار ديال الوالدين. فين وليتي ساكن دابا؟ وخويا واحد الأخت فرنسا مخلى لي السكنة. ياك؟ مسكينة الله يخليها لينا وصافي. اللي دايرة فينا الخير هذا كانت. مزيان. عطانا السكنة فابور وصافي. إيوا لاباس عليك. مع الخسرات كاعك تصيفط لك شي شوية باش تعاون. إيوا مزيان. إيوا صدق. إيوا مزيان بك. والله يجيب لينا حتى حنا فين نسكنوا صافي. إيوا لقيتي بنيه ديال الحلال عطاتك فين تسكن. إيوا مسكينه خيرها كاع ما نساها. لقيتي دار الوالدين. كلو على هادشي ديال الفرقش. شي على هاد الفرقش. تاع الخيل. إيوا شتي صحيت الراس راه هي. إلا بقى غادي يتابع هادشي راه يا إما غادي حماق غادي يعود يضيع في الزنقة غادي يعود متشرد. موقف ولادو منهم اللي كيشوفوه كما زال غادي كيلعب في التيرتي وش حاجه يعني تمن ولادو غادي يمقتوه تمن ولادو ما غاديش يبقاو يبغيوه يعني ضاع غادي يضيع كومبليتمون صافي غادي يضيع. اشنو النتيجه؟ والو زيرو زيرو نتيجه زيرو. اوكي البرد ايوا هي هذه الدنيا. صدمة بخير اخويا. شنو هذا العود مغوص معاك؟ اودي طلع طلع لي الدم. بخير اخويا. باش طلع لك الدم باش؟ وكل شيء طبيت فيها اودي السي بوعزة كل شيء طبيت فيها رزق والديا وبقيت شماتة العديان. ما بقاش تهلي فيه والو اصاحبي. يا ورال. يا عمي وقتي حاضيه مزيان انا ندير معاك النيه فيها الله موتر ما تسويش حتى ما ديرش حتى ما ديرش الزريال فيها كاع غادي مزيان والله الا غادي في العوده تنيس راه وانا غادي نتقال منهم المرة عدت ياك شي رعدتي انا كلشي رعدتو دابا ان شاء الله مين بغات تجيب ليهم المرة غادي تبعد الدويره هي تلقى مطيح صافي كلمه خارجه معاك هاك سير الله يعاونك الله يسهل عليك هي امانه الله يعاونك سير الله يسهل عليك في عالم معقد وناس كنعرفهم انا خسروا فيه الملاير مشيت للملاير الملاير كذا خاسر مليار كذا خاسر جوج المليار كاين بشر اللي كيلعب 7000 درهم مليون يوميا على يوميا والاخر مساكن والو كيما كيهضر معاك تقول لي شنو كيقول لي والله الا مليار اللي مشات ليا هادشي كامل اللي كنت كنلعب حتى دابا الاخر كيقول لك جوج المليار كنبقى كنشوف شي حوايج ومزوجين بولادهم وكبار من كبار مني انا على كبار مني هذا التيرسي فيه عالم كيعرفك على شي ناس بشكل الناس مشات ليهم تراوات وما عمر شي واحد دار منه شي حاجه يعني يقول لك انا درت منه ولا درت هذا ولا هذا والو ما يقدر يدور معاه شي مره ولا جوج وهذا باش فلوسه توصل شي حوايج ما نظنش انا قد تكون انا خسرت الوقت ضيعت الوقت بزاف ضيعتها فهاد هي اللي ندمت عليها انا الوقت دا مشات عبال متروح سنين سنين مشات فابور وصافي ما تقول Ça accélère avec le numéro 2, le numéro 4, la 5, le 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 5,
Juste avec l'accélération aussi immense, c'est dynamite. On se rapproche de cette ligne droite, toujours le 6 et le 4. السلام عليكم. شكرا اخو الغزواني، جيتي في هذا النهار مزيان. راه جاتني الخبر، راه لاعبين الخيل ديال المغرب اليوم مباشره. اللعبه ديال التاسي لو كنت غادي تلعب الحظ كتلعب ورقه واحده، لعبه واحده. ما الناس اللي كتعمق فيه وكتدرس فيه كتلعب بزاف ديال الفلوس كيلعب، لان هذه ولات عنده بحال المهنه. خصو دابا يدخل الفلوس من هذيك من التاسي، خصو يلعب باش يوصل لاريفي. اللي غادي يدخل خصها تكون لعبه ولعب، هذا هو. رغم اللعبه ديال الحظ ربما واحده، لعبة هادي ديال الحظ انا غنديرها في جيبي صافي كتم غادي. كرتاح من هذاك اللعب ديالي، كرتاح اللي كنقول صافي غنشدهم غادي نربح، وكنبقى نزيد في النوامر. الا قيدت 400 ولا 500 كنزيد، كنبقى نقيد 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 حتى نعود 5000 4000 وما كاين حتى شي حاجه.
الدراري. واش عشو الناس؟ تعطلتي تجي شي معطل. ما مشيت عاد معطل ندير شي وراق ديال التيرسي قطعهم ليا. إيوا تتبع الوراق حتى الوراق. لا لا بقاوكم ما غاديش نستمر معايا في الحياة غنطلق. علاش لحقاش وقلتي بها القمر 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 اللي لقاتي بيها. ما تلاش كاع ما ديها في الدار. مثل نسيبو ما نصرفو ولا ما ناكلو ولا حد يبقى على عوده وداش ما يمكنش لقى نبقى معاه شحال غنزيد نبقى معاه شنهار يلقى شي واحد في الدراري صافي الله يجعل البركه انا دويت معاه وقفت معاه نهيتو دين على الشيطره الدراري تي كبروا وقال زيد عاب القمر قالوا مع الدغاره حتى بحاجه بالعوده صافي وتيرسوا الوراق وغادي نبقى نلعب حتى نموت نبقى نلعب لحقاش غادي نبقى نلعب تيرسي تيرسي جاري ليا في الدم ديالي كنحلم بيه كيبانوا لي النوامر ما بقيتش مرتاح وغادي نبقى نلعبو حتى لاخر الموت ديالي.